السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الكرام، مشاهداتنا الكريمات، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات السادسة. ملف اليوم بعنوان السبيل إلى الأمن الاجتماعي، كيف نحقق الأمن الاجتماعي الذي نطمح إليه جميعا، يطمح إليه البشر كلهم في مشارق الأرض ومغاربها. نعم، الأمن الاجتماعي من المطالب الإنسانية الضرورية التي لا تستقيم حياة الأفراد والجماعات من دونها. فبالأمن الاجتماعي تستمر حياة الإنسان، ويؤدي كل واحد من البشرية دوره لاستخلاف في الأرض بشكل مفيد ونافع. فما المقصود بالأمن الاجتماعي؟ وكيف ينظر إليه الإسلام ويوفره لكل الناس؟ وما هي أهم التهديدات التي تواجه أمننا الاجتماعي وكيف يمكن تجاوزها؟ لمناقشة هذا الموضوع والإجابة عن هذه الأسئلة وتفصيلي في هذا الموضوع المهم، استضفنا لكم السادة العلماء الأجلاء، الأستاذ محمد صلاح الدين المستاوي، خبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. أستاذ الكريم، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. كما استضفنا لكم فضيلة الأستاذ محسن بن موسى الحسني، رئيس رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا. حياكم الله سيدي. بارك الله فيكم. ونبدأ بسؤال تحديدي للمفهوم، ما المقصود بالأمن الاجتماعي؟ يبدأ معكم أستاذ صلاح المستاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شكرا على هذه الاستضافة مرة أخرى على هذه الفضائية السادسة. مرحبا معكم. والموضوع الذي تفضلتم باختياره ليكون محل حوار بيننا هو مركزي وهام جدا، إن لم أقل إنه موضوع الساعة. نعم. ودعنا ننطلق من مفكر مسلم من هذه الربوع، ربوع الغرب الإسلامي، وهو ابن خلدون. الذي اشتهرت عليه مقولته الإنسان مدني بالطبع. فالإنسان خلق لكي يعيش مع غيره، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستوفي حاجاته وسائر شؤون بنفسه. وقديما قيل الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ولأن الأديان السماوية بصفة عامة وديننا الإسلامي الحنيف بارز فيه وحاضر بوضوح وجلاء الجانب الاجتماعي، لذلك نجد في نظرة الإسلام للمجتمع وللفرد نظرة متميزة يظهر فيها بجلاء التكامل في ناحية الحفاظ على ذاتية هذا الفرد، ويعني تمكينه من كل يعني احتياجاته، ولكن في الآن نفسه دون أن يكون ذلك على حساب الآخرين. نعم. ومن هنا يأتي الحديث الشريف الذي ينفي الإيمان كليا على المؤمن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه المحبة كما من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولأجل ذلك فهذه القيم الروحية الدينية هي الملاذ اليوم للمجتمع الإنساني الذي يعيش في رهق ويعيش حقيقة في أزمات، وهذه الأزمات هي بالدرجة الأولى أزمات اجتماعية وأزمات إخلاقية قبل أن تكون أزمات مادية. و مثلما كانت البداية عندما جاء الإسلام وانبثق نوره، وأعتقد وأن الأمر كذلك بالنسبة لكل الديانات السماوية، لأن آخذة بأعناق بعضها البعض ومكملة لبعض البعض، جاءت لتخرج هذه المجتمعات البشرية مما أوشكت أن تترد فيه من ضياع. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الذي يستعيد التاريخ شيئا ما وينظر كيف كانت البشرية قبل انبلاج فجر الإسلام وبعثة سيد الأنام سيدنا محمد بن عبد الله بالدين عليه الصلاة والسلام بالدين الخاتم، يرى ما صوره القرآن بعضا على الأقل. وإذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت، ولعل من صور أجمل تصوير الوضع الذي كانت عليه الجزيرة العربية والعرب وغيرهم مثلهم ولا شك هو جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب، عندما وقف بين يدي النجاشي: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونقطع الأرحام، إلى آخره من الوصف الذي وصف فيه بدقة. وكلما كان الجهل ساد أي مجتمع، نعم، ساده الجهل غاب الأمن، لا شك في ذلك، لأن الجهل مصيبة. هما مرتبطان، نعم، الجهل مع 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 بمفهوم الواسع، بمفهوم الواسع، بمفهوم الواسع. وفي هذا الاتجاه أتحول معكم أستاذ محسن. الأمن والمجتمع، الأمن والمجتمع، هذا هو عنوان هذه الحلقة. احنا نريد أن نتساءل جميعا كيف نحقق الأمن الاجتماعي. حاجة الإنسان، ولا أقول الأمة الإسلامية فقط، حاجة الإنسان إلى هذه الخصيصة، خصيصة الأمن، كيف هي؟ أحمد الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأزجي بموفور الشكر والامتنان للمشاركة في هذا المنبر الإعلامي الإسلامي. مرحبا، ذي الصيت الذائع، والذي أبى الله إلا أن تكون له حظوة وقبول حتى فيما وراء البحر. الحمد لله. إذ نتلقطه نحن في الجنوب الأمريكي ونتابع حلقاته بشغف، بحكم أنها تقدم برامج ماتعة نافعة، أسأل الله تعالى النفع بها في الدنيا والآخرة. وعطفا على سؤالكم سيدي الفاضل، بحسب الإنسانية أن تعلم أن الذي غير مجريات حياتها وهداها سبل الرشاد هو الدين بالأساس. نعم. والله سبحانه وتعالى ما ابتعث نبيا في قوم إلا لكي يحملهم على الفضيلة ويجنبهم سبل الردى والرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتلك والله مهام العقيدة والسلوكيات والأحكام في تهذيب الفطرة الإنسانية وتخليق المشاركة الاجتماعية. ولعل أرغب ما تطمح إليه الإنسانية هو ما اصطلحتم عليه في حلقتكم هذه بالأمن الاجتماعي. لا. فإذا ما أردنا أن نؤصل للأمن الاجتماعي لا نعدو أن نقول أنه منظومة أخلاق وقيم وواجبات وحقوق متشابكة متتالية متراصة لا غنى لأي مجتمع بشري عنها، سواء كان حديثنا إنسانيا، سواء كان حديثنا عنها إنسانيا عالميا بشريا أو إسلاميا كذلك. بل إن من نعم الله التي ذكر بها المجتمع العربي مباشرة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيل قيام الدولة الإسلامية نعمة الأمن الاجتماعي، كما لعل صغيرنا يحفظ قبل كبيرنا في قوله تعالى من سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم لم يلبث الوحي أن حلق بنا عاليا وبعيدا بعد استواء الثوابت الإسلامية، فقال لنا تعالى وقوله الحق: ومن أصدق من الله قيلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن نحن بين يدي دعامتين لا ثالثة لهما. لا يتصور أمن اجتماعي، والأمن بمعنى مضاده والأشياء بأضدادها تتميز، أي الخوف أو انتفاء الخوف ورفع الخوف وقطع السبل وانتهاك الحرمات، إلا بتحقيق بالدرجة الأولى العدالة الاجتماعية. لذلك رب سائل أن يقول: ما شأن العدالة الاجتماعية وما ارتباطها بالأمن الاجتماعي؟ فأعود فأذكر إلى أن الأمن الاجتماعي هو خلاصة هذا التسلسل والترابط. فإذا ما وفرنا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: حسبك بالفاروق، الله تعالى أجرى الحق على قلبه ولسانه رضي الله تعالى عنه، قال: إني لأخشى أن أسأل
عن دابة يتعثر حافرها في العراق، لماذا لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ إذا كان هذا هو همه وشغله ولاة الأمور بالعجماوات والحيوانات، فما بالك بالإنسان الذي كرمه الله وحمله في البر والبحر وسخر له جميع ما خلق وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. لذلك لا أتصور مجتمعا يتفيأ فيه المرء مفردا أو جماعات أو مثنى وزرافة حياة رغيدة دون ما استشعار نعمة الأمن الاجتماعي. إذن هذه النعمة هي أساسية ومحورية في حياة جميع المجتمعات. نعم أستاذ الكريم، أستاذ بستاوي، الآيات والنصوص الشرعية كثيرة جدا التي تدعونا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي بيننا. نعم. بيننا في مجتمعاتنا. نعم. حتى وإن كانت في مجتمعاتنا أهل أديان آخرين، يعني نعم. الجميع ينعم بنعمة الأمن. نعم. في هذه النصوص ونصوص كثيرة نريد أن نلمس معكم يعني توفير هذا الأمن الاجتماعي من في شريعة الإسلام، يعني بشكل عملي. لا شك أن هناك نماذج كثيرة في تاريخ الإسلام كان المسلمون يوفرون الأمن الاجتماعي لكل من يعيش في بلدهم، لكل من يعيش في وطنهم. نماذج فقط من نماذج نعم كثيرة سيدي. هي جدا. نعم سيدي، هي نماذج كثيرة والنصوص عديدة ومتواترة في هذا السياق في تأمين الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم، لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مما ذكر به في ذلك اليوم المشهود أن بلدكم هذا بلد حرام وأن شهركم هذا شهر حرام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة الشهر الحرام، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. ودعنا قبل أن نتحدث على واجبات المسلم نحو أخيه المسلم ونحو الإنسان بصفة عامة، دعنا نرسخ في قلب المسلم المؤمن معنى الأمن والطمأنينة. لأن الأمن أمن قلبي، والجزع جزع قلبي مثل الفقر والغنى تماما. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمن من أصبح منكم معافى في بدنه آمن في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافرها. فهذا الأمور ثلاثة، من أصبح منكم يعني سبحان الله آمنا في سربه في بدنه عنده قوت يومه، وهذا يعني ليركز في المؤمن معنى القناعة وعدم اللهفة وعدم الجشع التي هي سبب الشر. أمور بسيطة ولكنها نعم. تحقق ولكن الأمن عندما يطمئن القلب عندما يطمئن القلب إلى هذه المعاني، معاني القناعة، معاني الرضا، دون أن يكون ذلك بالطبع نافيا لسعيه في الحياة يسير في الأرض، وهذا مطلوب منه، واليد العليا خير من اليد السفلى وغير ذلك، ولكن حتى لا يسكنه خوف الفقر والجزع. وهذا هو هذه هي الطامة الكبرى التي تدفع إلى العدوان على الآخر. عدم القناعة وعدم الطمأنينة إلى ما هو فيه المسلم أولا من هذا الإيمان، الإيمان الذي هو اصطفى واختيار بالرب العالمين. الله هو الذي هدانا إلى سواء السبيل، ثم هذه النعم التي يحفنا بها جل وعلا كلنا مؤمنين وغير مؤمنين، عصاة ومطيعين على حد السواء. عندما ينظر الإنسان إلى هذه النعم يصبح في سلوكه سليما، من سلم الناس من يده ولسانه. الناس. وأنا يعني أنا ألحظ أنك تريد أن تجرني إلى الحديث على الآخر في دار الإسلام والإنسان. نحن ندين بدين الإسلام الذي هو رحمة للعالمين. نعم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأنا أقول إن دستور التعايش بين بني الإنسان بمختلف أديانهم وأجناسهم وألوانهم هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام يبشر بهذا المجتمع الإنساني المتفتح على بعضه
بالحفاظ كل طرف على خصوصياته دون أن ينجر إلى عدوان على الآخر، خصوصا وأن الله قد استأثر بأمر الهداية وحرم الإكراه، لا إكراه في الدين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ودور المؤمن المسلم المقتنع بدينه هو أن يعطي من إسلامه من إيمانه نموذجا، كونوا دعاة لنا بأحوالكم ولا تكونوا دعاة لنا بأقوالكم، كما يقول الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. فإذا يعني الآخر الإنسان بصفة عامة يعيش يعني في رغد عيش وفي يعني أمان وطمأنينة. وعندما نتذكر فقط حادثة واحدة لسيدنا عمر بن الخطاب، وقد بدأ الأستاذ به، نثني ونقول إنه مر بذلك يعني الكتابي الذي يطلب ويتسول، قال ما دفعك؟ قال إنها الجزية يا أمير المؤمنين. قال لا، ظلمناك، أخذنا منك الجزية صغيرا وتركناك كبيرا. ثم أمر له بجراية من بيت مال المسلمين. إذن الآخر محترم في معتقده، الآخر آمن في سربه. الأمن في الإسلام يشمل كل الإنسان. الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. والعدوان على الآخر وعدم تأمين الآخر هو ظلم وعدوان وليس من دين الإسلام. أتحول معكم أستاذ الحسني إلى مقومات هذا الأمن الاجتماعي الذي نتوخاه والذي نطلبه جميعا. هناك مقومات أساسية لا بد أن تكون حاضرة في هذا الأمن الاجتماعي الذي نصب إليه ونطلبه. نعم، هو كذلك كما قلتم، لا نعد الحقيقة أن نذكر بالأساس أن الإنسان كما وصفه ربه تبارك وتعالى خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. ومما جبلت عليه النفس الإنسانية غريزيا حب التملك والتسلط، حتى تكاد تجد عند الطفل الصغير من أولى حركاته وهو بعد يحبو على الأرض أن يقول هذا لي وليس لك، وأن يرغب في التملك دونما العطاء. لذلك الذي يحقق فعلا فاعلية الأمن الاجتماعي هو التربية الاجتماعية. والتربية الاجتماعية تنطلق لا غروة من البيوت، من أحضان أسرة تتفقه وتفطن لهذا الجانب الهام. وهذا ينبني على التشارك اليومي وعلى الإيثار وعلى تخليق الحياة العامة بالفضائل والقيم والمبادئ السامية. ومن ذلك جريا على هذا النسق، نحن الذين نعيش في ظهراني غير المسلمين في بلاد الأقليات الإسلامية ندرك لا تصورا نظريا ولكن تطبيقيا وفعليا يوميا مدى إيجابية التعايش مع غير المسلم، سواء احتضننا هو هناك أو استضفناه نحن هنا في بلادنا. حسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم أو خفر معاهدا كنت خصمه يوم القيامة. والمعاهد هو الكتابي الذي يدخل في ذمة المسلمين وتحت حكمهم، سواء بجزية أو بعقد أو بنوع ما من الارتباط. ومثاله بالنسبة لنا نحن عقود التأشيرات والإقامات والجنسيات في بلاد غير المسلمين. فحري بالمؤمن ها هنا وهنالك أن يكون كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم كالشامة في عيون الناس. أنتم نعم طبعا الذي يحتدى. والأمثلة في هذا تضيق سردا وحصرا، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب المثل في نفسه الشريفة الأبية التي أدبها ربها فأحسن تأديبها لما نكح إلى اليهودية وإلى النصرانية، وقد أسلمت وجعل ذلك عتقهما وصداقهما، في دليل تطبيق وفي بلورة لأحكام القرآن الكريم، إذ علم الله سبحانه أن الإسلام خاتمة الأديان وأننا نحن متم البشرية ونهاية الأمم، فلذلك مكننا من التصاهر إلى غير المسلمين. وبالله عليك كيف يعقل أن تتزوج من غير مسلمة ثم لا توفيها حقها ويكون من أخوال أبنائك
غير زيد وعمر من المسلمين والعرب، ولكن جون وبول وما إلى هذا، وأجداد أبنائك في ذلك مما أباحه الله، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمسلم مطلوب منه أن يكون شامة، بالضبط، أن يكون نموذجا لغيره. نعم، يعني لابد أن يعي الإنسان هذه الأمور ويستحضرها دائما في فكره. أستاذ المستوي، مقومات الأمن الاجتماعي كثيرة، منها سيادة مبدأ التسامح ونبذ العنف والتطرف. نعم، هذه من المقومات الضرورية التي يتحقق بها الأمن الاجتماعي. نعم سيدي، قيمة التسامح وإن لم تذكر بهذا اللفظ بالذات في القرآن ولا في السنة، ولكن ذكرت بلفظ السماحة، والمعنى واحد، أن يكون الإنسان سمحا، عفوا، رؤوفا، لطيفا، يعني ذا خلق رضي. فالإكراه لغير المسلم أو التسلط عليه أو ظلمه ليس من دين الإسلام ولا من هدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ولا هو أيضا من سيرة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، أن هؤلاء الذين يأتون بعض ما يخالف السماحة والتسامح من تضييق وغلو وتشديد، بل وعدوان وظلم وإرهاب، أنا دائما أقول يأتوني ببرهان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محكم غير متشابه يقرهم على مثل هذه التصرفات. لن يجد. أبدا والله لن يجد. بينما نجد سيرة الحبيب المحبوب عليه الصلاة والسلام كما تفضل، وهو الأسوة وهو القدوة، مثالا للسماحة، للرحمة، للرفق، للين. إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله تبارك وتعالى عندما يخاطب رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أدبه فأحسن تأديبه وقال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فهل لاقى أحد منا من المسلمين ما لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرته وهو يبلغ دين الله؟ رؤوفا رحيما، انظره يوم الطائف عندما أطلقوا عليه صبيانهم وكلابهم وأخرجوه على غير عادة العرب في يوم شديد الحر، ما زاد على أن قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا في وقت الشدة ووقت الرخاء عندما فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة. انظره ماذا قال لقريش، اذهبوا، ماذا تروني فاعل بكم اليوم؟ قالوا أخو الكريم، وهو المنتصر المتمكن، ولكنه الداخل مسبحا حامدا لربه سبحانه وتعالى، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماذا ترون فاعل بكم اليوم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل زاد عليه الصلاة والسلام فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن في دار أبي سفيان؟ أكلة كبد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترفع عن أن يرد الفعل أو أن يحمل قلبه ضغينة أو حقد. ونحن نقول في هذا المقام أن المسلمون في حاجة ماسة، أن المسلمين في حاجة ماسة إلى تفجير روحاني في قلوبهم يجدد صلتهم بربهم وبحبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليس فقط صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا خذوا عني مناسككم، ولا إحفاء اللحية أو غير ذلك من السنن، ونحن كلها نقول على الرأس سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي علينا أن نقف عند ويل المصلين فنأخذ من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مظاهرها، ونترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوهرها التي هي رحمة ورفق ولين ومحبة وعطف. وانظره ماذا قال لذلك الذي وجده يداعب ابنيه، قال ماذا تريد مني أن أفعل لك إذا كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ من ماذا تريد مني؟ من لا يرحم لا يرحم لا يرحم. أختم معكم أستاذ الكريم، وقت الموضوع جميل جدا ولكن وقت الحلقة دنا من النهاية. أختم معكم بسؤال، يعني التهديدات التي تواجه الأمن الاجتماعي وكيف يمكننا تجاوزها؟ أكيد هناك تهديدات كثيرة، بشكل مختصر نعم. بعضها، كيف يمكننا أن نتجاوز هذه التهديدات حتى ننعم جميعا بالأمن الاجتماعي؟ لا أكاد إذا أذنتم أغفل عن تذكير تارة أخرى بأن موضوع الأمن الاجتماعي من الأهمية بمكان
بدرجة جندت الآن الأمم المتحدة والشعوب والدول كل طاقاتها المالية لهذا واستنزف خزائن الأرض، لكن للأسف كل تصوراتهم وتوجهاتهم هي إلى جانب العدد والعتاد وإلى التسليح وإلى مقاومة التطرف والعنف ومضاد ذلك، ولكن غفلوا عن الجانب الفكري أو عن تنمية وتزكية التوجيه الديني. لذلك أنا أجزم بكل يقين أن الإمام في مسجده قد يؤدي من الأدوار ما قد لا يقوم به العسكري ببندقيته عند المواجهة، إنه يخاطب الأرواح. نعم، يخاطب الأرواح التي لها استجابة، التي لها استجابة والتي لها اطمئنان، هي التي تحرك ذات الإنسان. نعم، إن فإنما أنت بالروح لا بالجسم إنسان. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت بالحنيفية سمحاء، ويقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. وهذا من شأنه أن حقيقة يزكي فينا الجانب الأخلاقي. أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، يبلغ الرجل بحسن الخلق ما لا يبلغ القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. إذا الآفات، نعم الآفات الآن التي تهدد الأمن الاجتماعي هي في البداية يمكن التغلب عليها. نعم، كما ذكرتم أستاذ الكريم، كما ذكرتم أيضا. نعم، إذا قضية يعني متفق عليها وبتربية الإنسان من الداخل. نعم، يعني تنمية نفسه وتزكية روحه، لأن الروح هي التي تأمر الجسد ليتصرف. نعم، شكرا لكم، بارك الله فيكم أستاذ الكريم أستاذ محسن بن موسى الحسني، رئيس رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية، بارك الله فيكم. مرحبا. أستاذ الكريم محمد صلاح الدين المستاوي، خبير بمجمع الفقه الإسلامي بجدة، وأنتم من الجمهورية التونسية الشقيقة، شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام ومشاهدات الكريمات، الشكر أيضا للفريق التقني، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله. إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.